في للنشر هذا الأسبوع: هل وصلت معاقبة الخدم في لبنان إلى إجبارهم على ابتلاع المسامير؟ في قضية تهريب المخدرات إلى أستراليا، المتهمون الأبرياء وجهاً لوجه. اضطر لتركه في الولايات المتحدة طفلاً في السادسة من عمره، واليوم سيلتقي به مجدداً وهو في 25. للحد من الزنا عند الرجال، كويتية تدعو للعودة إلى زمن الجواري. للنشر مع طوني خليفة، السبت بعد الأخبار على الجديد.